احذروا شو جبت لكم. جبت لساجارة هدية حلوة ولجانجا كمان. هاي هدية ساجار. شوكولا يسلموا بابا. وكمان هاي لا تطلعي. رجليكي أكيد وجعوكي، لهيك جبت لك هاي. فلا بقى تروحي حافية، البسي هاي وبعدين بتروحي. عمو يعني أنت بتعرف أنه أنا ما في عندي خفافة ألبسها؟ سامحتني عمو ولا لسه زعلان مني؟ لا البسي يلا شوفه وورجيني يلا. شايف بابا؟ عن جد كان قلبه طيب، ما بتفهم شي. البسيها بسرعة ولا رح أرجع عصبها. يعني إذا جانجا ما لقت محل تاني لحتى تعيش فيه معقول تضل عندكن هون بالبيت؟ هي مشكلة عن جد. إذا صار هذا الشي وقتها شو رح تعملي؟ أنتي لازم تفكري منيح، لازم تتصرفي بسرعة. يعني حتى لو اضطريتي تخبي هذا الموضوع عن ابنك ومو مشكلة إذا كذبتي عليه، صدقيني هذا الشي ما بيكون اسمه كذب بنوب، وهالشي لمصلحة العيلة. وأخيراً هاي شغل المدام راشمي رح يخلص هلأ، وأبو العصفوري الصغير رح يترقب شغله عن قريب، وشوي شوي رح أقدر أعمل كل شي عم بحلم فيه، ورح أقدر جيب الفستان اللي حاطة عيني عليه من زمان. بتمنى من قلبي تلاقي هالبنت محل منيح تعيش فيه غير هون. قليلي بنتي، أنتي إمتى بدك تحكي معهم للجماعة؟ هلأ إذا بدك، إذا بتسمحي لي رح روح هلأ فوراً ورح أحكي معهم بالموضوع. بيكون منيح كتير إذا منقدر نلاقي له محل تروح عليه بسرعة، لأني ما رح أرتاح طول ما هي هون. بتمنى هالشي. هلأ فيني روح؟ إيه يلا روحي، رح جيب لك الخبر. لا تطولي حاكيهم وخبريني بسرعة. مرت أخير؟ ها؟ أنتي رايحة؟ إيه لأنه أخوكي راح على موغال سراي من الصبح، تعرفي بده يجيب عصفوري من الدرس تبعه وبيكون خلص، وعندي شغل كتير بالبيت لازم لحق أطبخ وما في حدا هنيك، مشان هيك بدي روح. ما في داعي تطبخي اليوم أبداً، لأني قلت لمهري تضبلك أكل. مهري ما في داعي، ليش عذبتي حالك؟ ما في عذاب. أي مرت أخي، ليكي هذا الفستان لألك، اشتهيت لك يا مادبي. ما فيني أخده صدقيني، دايماً بتعذبي حالك وبتجيبي لي هدايا، وعم أخجل من هالموضوع. بعدين مو أنا مرت أخوكي، أنا اللي لازم أهديكي، كل مرة بتجيبي لي وما بجيب لك، مشان هيك ما فيني. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ معقولة يعني مرت أخي ما تقبل مني هديتي؟ أي صحي، ليكي هدول شوية ألعاب وتياب مني لياش، عطيها. مو معقول، كمان عم تدللي كتير العصفوري. أي وليش لحتى ما دلله يعني؟ هو مو ابن أخي؟
فواجبي إني دلله. لا تكوني بتتضايقي. أكيد لا. مسكيه. يسلمه. رح روح وصلك على السيارة. يلا أمشي. شو هاد يلي عملته؟ عن جد مجنونة، مو ناقص غير تعطيها مفاتيح البيت. انتي ما عندك اخوات؟ لا، انا ما في عندي لا اخ ولا اخت. كنت العب كل النهار، وبعد الظهر كنت اسبح بالبحيرة. بحيرة؟ ما بتعرف شو يعني بحيرة؟ هي البحيرة تشبه النهر، والكل بيقدر يسبح فيها. تسبحوا كلكم؟ يعني انتو بالقرية ما كان في عندكم مسبح؟ بس في بحيرة؟ ايه بس عنا بحيرة. طيب يلا كمليلي، شو كنتوا تعملوا كمان بعد ما تسبحوا؟ كنا نسبح وكنا نلعب بالمي كمان، وبعدين كنت اطلع على الشجرة وقطف طين من عليها وناكل، كانوا كتير طيبين. انت طالع شي مرة على الشجرة؟ لا، لانه ستي وماما ما بيخلوني. ليش؟ ما بعرف ليش. كنا نتسلى كتير وقت نطلع على الشجرة، شغلة كتير سهلة. اذا بدك انا بقدر علمك. عن جد؟ ايه، قلت لك شغلة سهلة كتير. وبتعلميني كمان كيف بدي اهرب من البلكون مثل ما انتي هربتي؟ عملتي حبل من التياب؟ شبك؟ شو انت مجنون؟ تيتا هيك رح تعصب منا كتير، انا ما بقى رح ايدا ابدا. ولا مرة عملتي شي كرمالي؟ شو عم تحكي انت؟ ساقار شو نصير؟ مو انا يلي دائما بلعب معك؟ ومو اجيت على مدرستك وبالسيرك كمان؟ ايه بتتذكري وقتها جبت 100 نقطة. بس بتعرفي لو صبيان الحارة شافونا كنا تسلينا أكتر. ايه بكرة بتورجيهم، لأن المدرسة معطلة بكرة. ورح تساعديني جيب 100 نقطة مرة تانية؟ ايه، وأكتر من 100 نقطة إذا بدك، تقدر تسجل قد ما بدك. طيب اتفقنا، بس ليكي ترمي الطابة منيح. ايه رح ارميها منيح. وقت اللي رح يشوف بانتي إني سجلت 100 نقطة رح يجن. ولاد الحارة بيكونوا مفكرين إني عم ببكي لأنه تركوني، وإنه إذا ما لعبوا معي حياتي كلها ما رح ألعب طابة. حتى لو ما لعبوا معك أكيد رح تلعب، أنا معك. هاتي أعطيني ساعدك. معلش أنا بلفة. ما رح تستحكمي، هاتي. بتمنى من كل قلبي يبقوا أهل البيت على طول بخير، بتمنى الكل يعيشوا بسعادة وراحة. و رجاف رح يجي بعد شوي، خلي يلحقني دغري على المكتب. عن جد كتير عيب، شو هالزمان هاد، ما عاد حدا احترم الكبير. يا عيب الشوم عليكي. استحوا العرسان الجداد انه يعملوا هيك عملة. مهراج اجيت يا ستنا. كفي الباقي وروح. حاضر. أخوكي ومرت أخوكي جايين، راتان حكى معي تليفون قبل شوي. مو هلأ تروحي تعطيها كل شي عندك؟ شي منيح إنه الواحد يتبرع على الناس، بس مو ضروري لهي الدرجة. يعني ما بيصير، ما بيصير تصرفي كل المصاري اللي مع ابني على عائلتك. مرت عمي، ساقار ساقار عنده كتير ألعاب مالهم لازمة، وهدول الألعاب ما عم بيلعب فيهم أبداً، وبدل ما يضلوا هيك مسدوتين عطيتهم لياش لحتى يلعب فيهم. وبكل عيد بعطي مرت أخي فستان جديد مشان تعيد فيه، هيك متعودة. أنا غلطت بشي يعني؟ ها أنتي بس بتسألي عن مرت أخوكي وبتجيبي لك اليوم هدايا، أما عن بنات حماكي ما بتسألي عنهم ولا بتتذكريهم بشي، صح؟ عندك بنتين أحمى، فكرتي تجيبي لهم شي؟ أكيد لا. بلا طبعاً جبت لهم، رح ورجيك اياهم. جانج عبت المطبخ مي يعني، وبعدين معه
يلا غانغا هاتي المضرب. ليش جايب معك المضرب؟ نحن ما بدنا نلعب معك، فهمان؟ ومين قال لك انه انا بدي العب معكم كمان؟ مع رفيقتي غانغا. ايه انا اليوم رح العب مع ساغار. يلا غانغا بدي سجل 100 نقطه اليوم، واذا بدك بنسجل 200. بدك تسجل 200 نقطه؟ خوفتني. ايه عن جد. ما بتسترجي تلعب معنا، مشان هيك بدك تلعب مع البنت. شوف لا ترد عليهم، عم يستفزوك. نعم؟ ايه وشو يعني؟ ساغار بيعرف يلعب احسن من الكل. انتي ولا كلمة. ساغار فيك تعمل هيك؟ اتطلع. أهلين خالي. انت زعلت خالص؟ كيفك حبيبي ساغار؟ انا كثير منيح. انا اسف ابني، نزعت لك الطابة بدون ما اقصد. منيح اللي انتزعت، ما كانت لألي، كنت بدي العب لعبة المضرب هلا. وأنا بابا حب ألعب معهم إذا بتريد. لا لأن لازم أخذك على الدرس هلأ. أوف ساغار تعا على البيت يلا بسرعة، لأنه خاله جايب لك معه هدية. عن جد؟ امشي خلينا نفوت. بعدو هاي الطابة انتزعت. شو نعمل؟ مرت عمي شو في هاد؟ حلو ما هيك؟ ماشي حاله بس مانو مميز. يا ستنا لازم الفساتين يكونوا تقال كتير لحتى تبعتيهم لبناتك. ايه مهراج هو هيك كان لازم، بس يعني هي الشغلة بترجع لك انتي، هي لمين بتعطي الفستان التقيل ولمين بتعطي فستان موديله قديم. لا مرت عمي مو هيك القصة ابدا، جبت شي صد فساتين، منبعت اللي بدك اياه، يعني انتي نقي وشوفي اللي بيعجبك. تفضلي شوفي هاد. لا هاد حلو ولا حتى هاد، فتحي عيونك وطلعي منيح، بشعين كتير. ها لا وشوفي هاد التطريز اللي عليه مبهدل كتير، شايف؟ ليكي هذا منيح. مادبي شوفي مين اجا لهون. اخي كيفك؟ برافو قالت لي انه جرحت ايدك، كيفك هلا؟ طمنيني شو قالك الدكتور؟ الجرح كبير كتير؟ لا الجرح كتير بسيط، لا تاكل همي ابدا اخي. بس طالما بتخاف على أختك ليش ما بتجي لعندها غير بالمناسبات؟ أنت بتعرفي أختي حياتي كلها صايرة سفر بسفر، بس بعد ما رجعت قالت لي برابا أنه هجم عليك حرامي، فما صدقت هالشي بنوب وتضايقت بصراحة وخفت عليك. كيفك خالتي؟ منيح اللي سلمت. تعرف أخي؟ نيرجا كان عم بيسأل عنك كتير، هلأ بس يشوفك أكيد رح ينبسط، رح أروح ناديله وأرجع بسرعة. لا لو سمحت مهراج جيب حلو وكمالة الضيافة. ماشي لا تنسى جيب مي كمان. لا أختي أنا لازم روح مستعجل شوي. لا ما في، ما رح خليك تروح بدون ما تتضيف. ما في داعي بيجي مرة تانية وبتضيف، بس مو هلأ، اليوم مشغول ومالي فاضي أبداً.
بدي روح اخذ ياش على درس الخصوصي وما فيني اجله لهالدرس بنوب، صاير ضعيف بالرياضيات. ضروري يعني؟ ايه اختي، حكيت مع الاستاذ وقال لي انه هلا اروح لانه مو فاضي بعدين، لهيك بدي اروح لعنده. بالاذن خالتي، بشوفكن. مع السلامة ابني. هاد حلو، هذا هو خدي. شوفي لفي بطريقة حلوة وتقيلة، مو كيف ما كان. ماشي. صار شي معك؟ ايه لكان خالتي، بس بالأول انتي قليلي هدول الفساتين لمين جايبتيها؟ شو بدك بهاد هلا؟ قليلي حكيتي مع الجماعة؟ بخصوص مين خالتي؟ جانجا ولا نسيتي القصة يعني؟ حكيتي معهن؟ ايه لكان حكيت وجاي لقلك. ايه طيب عادي هلا يلا. ركزي بشغلك ونطفي منيحة. حاضر. بدي الأرض تلمع. ايه من الأول عادي، ليش عم تحكي على الواقف؟ هيك بترتاحي وأنا بسمعك أكتر. ايه رحت لعندهم وحكيتهم بالقصة وقالوا لي إنهم جاهزين لياخدوا البنت، يعني بهي الطريقة رح تقدري تخلصي من جانجا على الآخر. وقالوا لي كمان إنهم حابين يشوفوها. المهم هلأ إنك تستعجلي وتحكي مع ابنك. إيه كتير منيح لكان، ليش لا نتأخر إذا الشغلة منيحة؟ ها رح أحكي مع نيرجا فوراً بالموضوع. أنا رح أروح هلأ قله. ها نطفي منيح تحت الطاولة، لسه ما نضيف. ليك يا بتجيب لنا طابة يا بقتلك، سمعان؟ شوف لسه ما بتعرف شو ممكن تساوي فيك. ايه ولاسمين؟ ليش عم تعيط وتهدد؟ انتو يلي رميتوا الطابة لتحت الموتور واندعست، ساقر ما له دخل بالقصة. ايه انتي شو مفكرة حالك؟ خليكي ساكتة احسن لك، ما عم نحكي معك. ما دخلي. وانت ولا ساقر؟ لأنك ما بتعرف تلعب بأي لعبة، جبت هاي البنت لتلعب معها؟ هاي ساقر شاطر كتير، لعبوا أي لعبة معه وشوفوا كيف رح يغلبكم. متأكدة أي لعبة؟ إيه أي لعبة. متأكدة أي لعبة؟ إيه قلت لك أي لعبة. طيب بدنا نلعب الطيارة الورقية. إذا كنت شاطر عن جد لكان غلبنا. شو أحكي بتغلبنا؟ شو ما ترد يا بطل؟ ما عندك جواب؟ ليه؟ ما بيعرف يطير طيارة. بعرف. هنن قالوا بياخدوها وبيربوها؟ ايه صدقني هيك قالوا، وان شاء الله بينتزع موبايلي اذا كنت عم كذب عليك. انا اسفة بس يعني كان قصدي انه هالجماعة كتير طيبين ومناح وأنا بعرفهم منيح ومن زمان كتير، وأنت صحيح تعرفت عليهم كمان بحفلة عيد ميلاد عصفوري الصغير، ما تذكرتهم؟ الأستاذ جوبتا ومرته اللي بيشتغل بسكة الحديد، تتذكر؟ أموالهم ما بتاكل النيران، بس يا حرام هنن ما عندهم أولاد وهنن جماعة كتير أكابر، لهيك قرروا يربوا ولد وحابين إنه تكون بنت كمان، وهنن بيحبوا البنات. أنت فكر بالموضوع، وبرأيي جانجا رح تعيش حياة مرفهة وهيك بتكون أمنت لها حياتها ومستقبلها، ما هيك؟ مرت أخي عم تحكي صح، البنت يتيمة وهيك رح يصير عندها بيت وأم وأب كمان، يعني شو بدنا أحسن من هيك؟ راقاف شو رأيك بالقصة؟ برأيي نحن مو بالمحكمة لتستشيروا الكل نيرو، بالأول أنت اسأل حالك. معقولة رح تخليها كل حياتها عنا؟
أنا قبلت إنها تبقى لبين ما نلاقي لها بيت تاني، وأنتوا وافقتوا. كمان قلت إنه بهالوقت تلعب مع ساجار وبتسليه وبينبسطوا سوا، بس أنا قلت لك من وقتها إنها ما رح تبقى عنا كل حياتها. وهلأ إجتها فرصة كتير منيحة لهي البنت، ليش لا تضيعها بهالحيرة؟ حكي المدام مظبوط يا أستاذ، يعني لأمتى بدك تضل متحمل مسؤولية هالبنت؟ طيب ما عندي مانع إذا كلكم شايفين هالشي مناسب. ماشي، قلن إنكم جاهزين؟ بس لازم شوفهم قبل ما ياخدوا البنت. ايه وليش لحتى ما تشوفهم؟ طيب بتعرف شو؟ أنا رح حاكيهم على الموبايل وأعزمهم لهون. اتفقنا؟ بس نحن نسينا إنه ساجار رح يتضايق إذا راحت جانجا، لهيك بركي بتحاولي تقنعي، لأنه ما صدق إمتى صار عنده رفيقة. شو شو بقول؟ رح تقدر تغلبنا مثل ما قالت هاي البنت؟ يلا خلصنا، رح تقدر ولا لا؟ شو ساجار؟ قول موافق؟ ساجار خويف وجبان، ساجار خويف وجبان، ساجار خويف وجبان، ساجار خويف وجبان، ساجار خويف وجبان. ساجار مو خويف ابدا، رح يلعب معكم هاللعبه ورح يربح كمان. بدكم تلعبوا بالطياره صح؟ وساجار رح يطير الطياره منيح ورح تتفاجئوا فيه كمان، وبكره بتشوفوا النتيجه. ساجار تعرف هاي البنت شجاعه اكثر منك، وهي اللي عم تتحدانا، وهلا يلا قلنا انت تعرف تطير الطياره؟ ما رح يعرف، بده يخسر. ايه ساجار بيعرف وشاطر كتير، وانتوا لحالكم رح تعترفوا بهالشي بس هو يربح. إيه لكن بكرة منشوف. إيه. إيه يلا بكرة بتشوف. يلا شباب امشوا. إيه يلا امشوا بكرة منشوف. رح تشوفوا بكرة كيف ساجر هو اللي رح يربح. لك شو مجنونة انتي؟ ليش لا تقبلي؟ أنا بحياتي ما طيرت طيارة ورقية، شلون بدي يربح التحدي؟ أكيد لحت بهدل قدامهم كلهم بسببك انتي. رح تربح وتبهدلهم، رح تقدر تطير الطيارة وتكون أحسن منه. أنا عم قلك رح تربح. وشو يعني إذا أنتي قلتيلي؟ ساجر بس حاول، تعال معي هلأ. بس لوين؟ هلأ بتشوف. يلا خلصني. عن جد هدول الجماعة أكابر كتير وما في مثلهم بالبلد كلها. تعرفوا شغلة؟ حتى أنه ديكور بيتهم كتير تقيل وبياخد العقل، والعفش مرتب وغالي، وهالشي بدل أنهم جماعة أكابر كتير. وأكيد جانجا رح تعيش معهم حياة حلوة وهنية. عن جد أنا مبسوطة كتير أنه بهذا الزمن لسه في ناس بتفكر تعمل أعمال خيرية. يعني إنه الواحد يربي بنت مو بنته بهيك وقت، هذا شيء مو عادي بنوب. انتو عن جد ما في منكم بهالزمن هاد، عن جد شيء كتير منيح. وهلأ انتو رح يصير عندكم بنت، وهالبنت اليتيمة بتمنى إذا تم هالشي رح يصير عندها بيت وعائلة ورح تصير حياتها أحسن. طيب شو رأيكم بالموضوع يا جماعة؟ Thank you.
سانجا ليش عم تعملي هيك؟ نحن مستحيل نربح، هدول الصبيان بيعرفوا يطيروا الطيارة كثير منيح ونحن ما بنعرف نلعب. بابا كان ينصحني ويقول لي انه اهم شغلة بهي اللعبة انك تعرف تربط الخيط منيح، واذا انت ربطت الخيط منيح اكيد وقتها رح تعرف تطير الطيارة. شوف تعال رح ورجيك. ليك ساقار مسيك هاد. طيب هلأ شوف لازم تشده شوي للخيط. يلا بلش سحبه. هات أنا بعلمك. جانجا وقدرتي تعلميني العب هاللعبة، كنت خايف اني اخسر بس هلا لا، هلا رح اربح التحدي اكيد جانجا لانه عندي فئة ذكية مثلي. طيب إذا حابين تربوا جانجا وتعتبروها بنتكن فيكن تاخدوها بكرة. عن جد؟ طيب ماشي. منيح جانجا انك قبلتي التحدي تبعهم، وقت اللي رح اربح انا بورجيهم، رح قلن انتو اللي خويفين وجبنا وهيك ما عاد يتحدوني. بوعدكم من قلبي إنه هي البنت تكون مثل بنتي وما رح أصر عليها بأي شيء كان. إن شاء الله رح تكون مبسوطة كتير. أول فترة رح تكون صعبة عليها بس هي رح تتعود. مهري قليلي مين هدول؟ مين يعني؟ ضيوف. مين هدول؟ مهراج؟ مين هدول الضيوف؟ ما اجوا لعنا من قبل؟ ما بعرف يا ابني، بدهم يشوفوا جانجا. انتي بتعرفيهم؟ ستنا جانجا اجت. جانجا وين كنتي؟ صار لنا زمان ناطرينك، تعي لهون. جانجا تعي بنتي. عادي تعي حبيبتي تعي. ساقار تعال.
هذا بيكون ابننا الصغير ساجار. لكن انتي جانجا، كل اللي هون بالبيت بيحبوكي. ايوه، وطياره كمان، معناها بتعرفي تلعبي بالطيارات منيح، ما هيك؟ شطوره. شو بتحبي كمان تلعبي يا حلوه؟ قولي شي، هي اول مره بتشوفكن، لهيك البنت مستحيه، بس اول ما تتعود عليكن اكيد رح تحبوها كتير، ورح تحبوا حكياتها كمان، صح خالتي؟ ايه حلوين حكياتها كتير، عن جد انا بحبها لهي البنت كتير كرمال حكياتها. ايه ايه نيرو، ايه جانجا استني، شوفي شو جبت لك معي. حبيبتي هدول لألك. خديهم. ليش عم تطلعي هيك بنتي؟ شبك خجلانة؟ خديهم. لا تستحي جانجا، مو انتي بتحبي الشوكولا كتير؟ خديهم. جابولك هدايا لأنهم حبوكي، خديهم. خديهم يلا. بنتي جانجا اسمعيني، بدي اقول لك شيء كثير مهم. ساجار شوفي، بدك شيء؟ روح ابني لك انا غرفتك بسرعه، بدي احكي مع جانجا موضوع مهم. ماشي، سكر الباب وراك منيح حبيبي. كل هاي الشوكولا لألك، شفتي؟ كأنه كتير حبوكي، ورح يحبوكي أكتر كمان، لأنه هاي جانجا البنت الشاطرة الحلوة يلي بتفهم بكل شي، صح؟ والبنت اللي مثلك هيك شاطرة وذكية لازم يكون في عندها بيت. بس بيتك صار بيتي، وأنا عن جد مرتاحة فيه لأنه مرتب وحلو كتير وكبير كتير كمان. بس البيت لحاله ما بيكفي، لازم يكون عندك كمان عيلة لحالك. أنا صار في عندي عيلة، أنت كتير حباب عمو، ومرتك كمان كتير حبابة، وبولكيت دائما بيدير باله علي كتير منيح، وبحب أسأله عن كتير شغلات لأنه على طول بيجاوبني. بعرف إنه أحياناً تيتا بتعيط علي، بس هلأ عن جد ما بقى اتضايقت منه. صدقني يا عمو مبسوطة معكن كتير، ودائماً أنا وساجار منلعب مع بعض. ساجار تعال ابني اشرب الحليب.
ماما؟ شو هو الشيء المهم اللي عم بيقوله بابا لغانغا؟ ما عم يخليني فوت لعنده على المكتب. أكيد في شيء ضروري حبيبي، أنت شو بدك؟ عود وشرب الحليب. طيب مين هدول اللي إجوا لعنا على البيت؟ اليوم الصبح جابوا لها شوكولا بس لغانغا وإلي ما جابوا لي، مين هدول؟ جابوا شوكولا لغانغا لأنهم إجوا ياخدوها لعندهم. كيف يعني ياخدوها؟ ما فهمت. إيه أنا قصدي حبيبي، هلأ غانغا ما بقى رح تعيش عنا بالبيت، هدول الجماعة رح ياخدوها تعيش عندهم. يعني غانغا رح تتركنا؟ ساغار حبيبي، لما جابه بابا ما قال إنه رح تبقى دائما عنا، هي لازم تروح بالأخير. معلش تركي شوي، أنا رح أحكي معه لا تخافي. ابني إذا راحت غانغا وتركت البيت ما لازم تتضايق بنوب لأنه هي بنت وأنت صبي، صح؟ مو هيك حبيبي؟ طالما هيك مو لازم تزعل أبداً كرمال أي بنت مين ما كانت. شو يعني؟ لا تكون شايفة شي ملكة، ليكون ما فيك تعيش بدونها أبداً. ليش لحتى ما عايش بدونها بعيش؟ كتير منيح، شو شاطر هالصبي، إذا بدها تروح تروح، ها؟ مو فارقة معنا صح؟ إيه تروح ما عندي مانع أبداً. شاطر، تعا عود. واي حليب لحبيبي الشاطر. صحة ستي. بابا عم بيحكي مع غانغا عن نفس القصة؟ بس يا بنتي انتي ما فيكي تضلي هون عنا عطول. يعني انت بدك يعني روح من هون عمو؟ انا بس بدي يكون عندك بيت لحتى تعيشي فيه على طول، وكمان يكون عندك عيلة وأم وأب. مو حلوة أبداً إنه الواحد يعيش من دون أم ترعى. وقت ماتت ماما أنا كنت صغيرة وما كان في حدا غير بابا جنبي. شفتي هديك المرأة يلي أعطتك هي الشوكولا؟ هي ما في عندها لا ولد ولا بنت، وانتي ما في عندك ام، يعني هيك بتعيشي معها وكأنه هي امك الحقيقية. كيف هيك يعني عمو؟ ما بصير. لا ممكن يصير بنتي، صدقيني انه هذا الشيء عادي لانه هي بتدير بالها عليك. وبدها تاخدك معها على بيتها، رح يعلموكي ورح يحبوكي أكيد، يعني رح يكونوا هنن أهلك. بس أنا عمو ما في عندي غير أب واحد. إيه بنتي، وأبوكي رح يضلوا أبوكي وما حدا رح ياخد مكانه أبداً. بس يا بنتي أبوكي هلأ راح، حتى أكيد بيكون خايف عليكي. فكري شوي هلأ، إذا في حدا بده إياكي إنه تكوني بنته ويعلمك ويدير باله عليكي، شو رح يكون رأي أبوكي؟ أكيد ما رح يكون عنده أي مانع، صح؟ قولي لي شو؟ شو يلي بدي أقوله عمو؟ أنت لازم تقول. بنتي أنا برأيي إنه أنت لازم تروحي،
لأن هذا الشيء لمصلحتك، وإلا ما كنت سمحت لك تروحي. شو قلتي؟ طيب عمو، إذا هيك رأيك هذا أكيد الصح. صباح الخير، كيفك خالتي؟ طمنيني. اسحبي هالكرسي وعدي. يلا عدي. يلا مهراج، جيب لنا كاستين شاي لهون. شو عندك اخبار اليوم؟ ها؟ ما تخافي، انا على كيفك وجهزت كل شيء ورح يجوا اليوم، بس مو هلا، بعد الظهر. وليش لبعد الظهر؟ انا قلت لك انه بدي ياخذوا البنت من هون قبل ما يرجع ساقار من المدرسه. ايه صح خالتي، وانا قلت لهم هالشي، بس زوجها لراشمي مشغول شوي لهيك اجلوها لبعد الظهر. يا ويلي يا ويلي يا خالتي، ما فهمت. المشكله اني تعذبت كثير لفهمته. يا رب هلا رح اعيد. وينو ساقار؟ بالمدرسة. تعرفي إنه بالمدرسة؟ ليش عم تسأليني؟ هاي الشاي وصل وأخيرا. تفضلي مدام. أي الله بزعل. طيب. منك هلأ اشربي بقى. طيب رح أعطي الشاي للأستاذ وارجع لكم. فنجان الشاي هاد لعمو؟ إيه الأستاذ طلبه من شوي، أنت شو بدك؟ تسمح لي أنا أخذ له يا؟ أنا سمحت لك بهالشي؟ ستي أنا اليوم رح أترك البيت، لهيك حسيت إني لازم روح وودعه. عطية خذي، بس انتبهي لا توقعي. طيب شو في جانجا؟ بعد ما تعطي الشاي للأستاذ بتجهزي حالك بسرعة، بيكونوا جايين على الطريق هلأ. بشو صافي؟ تعرفي شو خالتي؟ هاي البنت باين عليها ممثلة شاطرة، متأكدة إنه عم تفكر بتمثيلية جديدة، لهيك لازم بسرعة تطلع ونخلص منها.